السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونتحول أيها الأحبة الكرام من الراشدية إلى إقليم فاس مع للا حنان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور لاباس عليك، كي بقيتي مزيان؟ كي داير مع الصحيحة؟ الحمد لله للا حنان. الحمد لله. دكتور هذه واحد الشهر ونص تقريبا وأنا كنحاول نتصل بك، والحمد لله هذا النهار عاد قبضت لي الخط الحمد لله. يا مرحبا للا، يا مرحبا. بغيت نسك دكتور الله يسهل عليك والله يحميك الوالدين، الا ما دعيش دعوه ديال الفرج وديال ديال ديال وديال الخير. رحنا في واحد لادي دابا واحد الشهر تقريبا، لا اله الا الله. الاخ عندنا واحد الاخ ديالنا يعني مشدود لينا في جميع، يعني نقولوا نقدروا نقولوا ظلما او لا شي حاجه يعني، لا اله الا الله. وحنا في واحد الحاله ما نقولكش، بغيتك تدعي معنا شي دعوه الخير ويفرجها عليه ربي باذن الله في القريب العاجل يا رب. وجميع المستمعين نقولوا امين كما كنقولوها حنايا لكل واحد بغى شي دعوه ديال الخير. يا رب يا كريم يا امتحانا، يا رب الله يفرج عليكم يا رب يا رب. وبغيتك شي تعطيني شي ادعيه واللي كي لي يعني اللي كييسروا في هذه الحالات هكا اللي نبقاو ندعيوهم. واخا لالا حنان يجازيك بخير باذن الله. لالا حنان الله يفرج عليكم. لالا شكرا بخير. شكرا لالا حنان، شكرا. حفظكم الله. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عالم السجن يتسمى العالم المريض، ناس وراء القضبان فقدوا اعز ما يملكه الانسان وهي الحرية. رغم داخل السجن كيوفروا لهم الإقامة والإطعام، بل وحتى الرياضة والمطالعة واستكمال الدراسة، ولكن أخذ منه أعز ما يملك الإنسان وهي الحرية. الناس اللي في السجن فيهم من ربما ارتكب فعلا جرما أو خطيئة ووقعت عليه العقوبة الحبسية، ومنهم وهم كثر اللي كتب عليه المكتب وتقدر عليه القدر، عداد منهم القدر الإلهي، ربي عز وجل لو أصابه ما أصابه، أخطأ كاين اللي عمره ما أخطأ، ولكن في لحظة من لحظات الضعف البشري أو لحظة من لحظات الغضب الإنساني إذا به يقع في خطأ، إما ضرب أو جرح أو يمد يده إلى حرام أو غير ذلك، فيقع عليه القبض ثم يحاكم ثم يرمى به في السجن. اللي زار السجن وشاف الناس اللي فيه غادي يحمد الله ويشكره بانه يعيش وراء من العالم الاخر، انه في عالم الحريه. الحريه من اعظم النعم. يا ما زرت السجناء وجلسنا معهم واكلنا معهم اكله عيش، سواء في رمضان ساعه الافطار او في بعض المناسبات السعيده بحال عيد الفطر او بعض المناسبات اللي كتكون نجاح شي سجين كان كيقرا في الجامعه، كنمشيو نعاونوه يكمل الدراسه ديالو، وملي كينجح كيديروا له احتفال، كيخلقوا خير وفرحه، فرحه كيخلقوها باش. ولكن مع ذلك داكشي كله غير تزويق وتنميق، وانما يعيشون فعلا حزن عميق. السجناء كيعيشوا واحد الماساه شديده، واخا كيبغي يبين كيضحك بانه راه عنده كذا كذا، ولكن نعمه الحريه نعمه عظيمه. السجناء كيتعذبوا عذاب شديد فقط أنهم وراء القضبان، لكن اللي كيتعذب أكثر من السجناء هما العائلات ديالهم. يا ما زرت عائلات لأناس مقربين في السجن، كتلقى الأم حزينة والزوجة جريحة والأخوات كلهم مرض والأحباب كلهم في مأساة عميقة، أكثر من السجن، أكثر من السجن بكثير. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله احنا عندنا في بلادنا واحد السنة حميدة، أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، أنه في كل مناسبة دينية أو وطنية إلا ويصدر أوامره وتعليماته بالعفو على واحد المجموعة من السجناء. ياما كندخل عند السجناء وعند أهليهم كنلقاهم دائما دايرين لواحد لاجوندا، حاطين لاجوندا وكيسولوا وكيبحثوا على الأيام ديال المناسبات الدينية والوطنية. أكثر الناس اهتماما بتحري المناسبات الوطنية والدينية هم السجناء،
وعائلتهم. امتى غادي يجي عيد العرش المجيد؟ امتى غادي يجي عيد الشباب؟ امتى غادي يجي عيد الفطر السعيد؟ امتى غادي يجي المولد النبوي الشريف؟ امتى غادي يجي عيد الاضحى المبارك؟ امتى غتكون المسيره الخضراء المضفره؟ هذه المناسبات كتوقع مفاجات ساره للسجناء ولاهاليهم، كيكون العفو الملكي على عدد كبير منهم، وكتوقع واحد الاريحيه كبيره. بنتي حنان، اسال الله تعالى ان يفرج عن سجينكم وعن جميع السجناء، وان يصلح الله تعالى حالهم وبالهم. من اعظم الادعيه التي ممكن للسجين انه يفوز برحمه الله الواسعه دعاء خطير 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 جدا، لكن بشرط ان يقوله العبد المؤمن من اعماق قلبه، يقوله وصادق منكسر. اي واحد سجين كنقول له بيقين، لاني عشت هادشي مع الناس. ناس كانوا سجناء وعندهم سنوات طوال 7 سنين 8 سنين، فادركتهم الرحمه الالهيه وجاهم العفو الملكي. ما عندهم كود بيستون، ما دفعوا رشوه، ما كتبوا طلب استعطافي من عند الرحمن سبحانه وتعالى حتى كيلقى سميتو في لا ليست. هذا كلام يقيني كنقول لكم ايها الاحبه الكرام، عشته مرارا مع اناس ومع عائلات، وشفنا الدموع وشفنا البكاء وشفنا الفرحه. ما عندهم حتى شي واحد وقف معاهم، ما دفعوا حتى رشوه لشي مسؤول كبير، ما تقدموا بالتا شي طلب استعطافي، وانما ماذا فعلوا؟ ظلوا يرددون الدعاء المأثور اللي كيتسمى دعاء ذي النون، الذي ذكره سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: دعاء ذي النون اخي يونس ما دعا به مكروب الا فرج الله همه. اي مكروب عنده كرب، عنده شده، عنده هم، يكفيه انه يردد دعاء سيدنا يونس عليه السلام، ذكر اللي في اوله تهليل واوسطه تسبيح واخره اقرار بالذنب. اقرار بالذنب، نعم اخطات، نعم انا ضعيف واخطات، امتدت عيني، امتدت يدي، امتد قلبي، ضربت او سرقت، او يعترف: يا ربي اني اعترف بخطيئتي ولا اكابر ولا اجادل. قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: دعاء اخي يونس ذي النون ما قاله مكروب الا فرج الله همه. اوله تهليل واوسطه تسبيح واخره اقرار بالذنب. ان تقول: لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. كترفع اللواء ديال الالوهيه. لا اله الا الله، الكلمه الطيبه مفتاح الجنه، سر الوجود. اعظم كلمه يحبها الله تعالى هي كلمه لا اله الا الله. ملي كتقولها ربي كيرفع علامك، اللي بغى ربي يرفع علامه، وتكون كلمته مسموعه ورايته مرفوعه. وجيبوا عمرو مخوى يقول دائما كلمه لا اله الا الله يعمر بها قلبه ويعمر بها فؤاده ويعمر بها كيانه. لا اله الا انت، سبحانك، تنزيه، تنزيه للالوهيه، بان الله تعالى ليس كمثله شيء، وكل ما خطر على بالك فالله ليس كذلك، مخالف لذلك. سبحانك، تنزيه لله تعالى: اني كنت من الظالمين. هناك رفع لمقام الالوهيه، ثم كتنزل الى مقام العبوديه. اني كنت من الظالمين، انا ظلمت نفسي، يا ربي اني اعترف بانني اخطات وادنبت، واني استغفرك واتوب اليك. اذا قالها المكروب 3 مرات بيقين، فان الله تعالى يفرج همه في القريب العاجل. انظروا الى سيدنا يونس، المشكل اللي كان عنده كبر من السجن، كان مسجون في بطن الحوت، والحوت نزل به في القعر اللجي في 1200 متر تحت سطح البحر، وفي ظلمة الليل الدامس. سيدنا يونس لم ييأس من رحمة الله، ما عنده كود بيستون، ما عنده رشوة قد يقدمها، ما يكتب طلب استعطافي، وإنما طرق باب ملك الملوك جل جلاله. ظل سيدنا يونس يقول هذه الكلمات: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، من بطن الحوت، من الظلمات 3: ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة جوف البحر، تصاعدت هذه التجليات حتى وصلت إلى سدرة المنتهى، حتى وصلت إلى عرش الرحمن. فقالت الملائكة: يا ربنا، هذا صوت عبد
لطالما كان يدعوك بالليل والنهار. فقال الله عز وجل إنه عبد آبق. سيدنا يونس دار خطيئة، لهذا ربي عاقبه، بعثه إلى 100,000 أو يزيدون وتركهم وانصرف، أخل بالوظيفة ديال النبوة. فكان هذا العقاب وفي درس بليغ لكل الخلق. فربنا عز وجل أعطانا هذا النموذج. ثم جاء لما قال سيدنا، منين جاء سيدنا يونس هذا الكلام؟ منين تعلمه؟ واش علمه شي معلم؟ بل إن الله الذي عاقبه هو سبحانه وتعالى اللطيف بالعباد. الله تعالى ألهمه، يسمى الإلهام، الفتح الرباني بدون معلم. قال الله تعالى قل يا يونس، وأجرها على لسانه، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله عز وجل أمر الحوت بأن يجري ويسبح في البحر حتى يلفظه، ليصل إلى بر الأمان يلفظه. ثم أنبت عليه شجرة من يقطين وأنجاه الله سبحانه وتعالى. فكل سجين وكل من في ورطة عنده قضية في المحكمة، عنده استنطاق في الأمن، عنده استنطاق مع الدرك الملكي، عنده استنطاق مع المخابرات الدولية، يكون اللي كان أي مخلوق في مكان وشعر بأنه ندم، لابد أن يندم. إذا كان بريء ربي سوف يظهر براءته، وإذا كان فعلا مذنب وخاطئ ليستغفر وليتوب إلى ربه وليعترف بذنبه بين يدي خالقه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله جل جلاله يسخر له أسباب النجاة وأسباب الحرية بإذن الله تعالى. هذا الأمر الأول لله حنان. قل الأخ ديالك يقول هذا الذكر ديال سيدنا يونس، ما دعا بمكروب إلا فرج الله همه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلا بغى لله حنان الأخ ديالك يخرج من السجن ويلقى أمامه بديل عظيم، وهذا الكلام حقيقي أيها الأحبة الكرام، تخرج من السجن وتلقى أمامك واحد الخير عظيم. يقرأ سورة يوسف عليه السلام كل ليلة، السجين اللي هو بين أربعة جدران يحمل القرآن، يكون دائما أنيسه هو كلام الله، يقرأ القرآن وخصوصا يتوسل إلى الله بسورة يوسف، يقرأها دائما. أش فيها؟ فيها أن الله تعالى أنه أخرج يوسف من السجن إلى أين؟ إلى قصر الملك، إلى قصر الملك. هذا الكلام كنقول لكم يا أحبة الكرام وعندي يقين فيه، حتى رأيته بعيني. مرة مشيت للسجن كانوا شي شباب مسجونين، ومنهم من كان يتابع الدراسة في الجامعة، طلبوا مني أنني نجيب لهم الدروس للبوليكوب ونشرح لهم بعض المواد اللي هي في الدراسة، وصفص بيناتنا واحد المحبة والمودة. دوك اللي كيقراو راه كيدوزو امتحان، والاخر غير صاحبوا معنا كيعمروا بالرتاتاي كنجلسوا معاهم. واحد فيهم قلت لي هذه الكلمه، قلت لي الا بغيتي فعلا انك تخرج من السجن وتمشي لواحد المقام رفيع، راه سيدنا يوسف خرج من السجن فتلقاه الملك شخصيا تلقاه. اش قال لهم ملك مصر؟ قال لهم استخلص لنفسي، قال لهم طلب منه ان يدعوه اليه واستخلص لنفسه، وقال لي إنك لدينا اليوم مكين أمين، وأعطاه الوزارة. فقلت لي لدت اليقين ربي يخرجك من السجن ويوضعك بين شيد أمينة. والله ده الشكل اللي كان، سبحان الله العظيم. أذكر جات واحد الحملة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكانوا كيوزعوا في إحدى المقاطعات أو الجماعات الحضرية كيوزعوا واحد المجموعة ديال سيارات النقل او تريبورتور، داك اللي هو دراجه ناريه ولكن كيحمل الاثقال، تريبورتور وزائد بعض الاليات الاخرى، اليه تاع الثلاجه ديال الحوت ممكن يستثمر فيها السجين. فصادف ان تلك الايام جاء امير المؤمنين جلاله الملك محمد حفظه الله ورعاه، هو اللي غادي يقدم هذه الهدايا لهؤلاء السجناء. كل واحد اعطاه مجموعه هبات ملكيه. فالغريب في الامر ذاك السجين لم يكن على باله حتى ديك ما قبل تقريبا ليلتين او ثلاث ليالي، وغادي يكون المناسبه ديال عيد العرش المجيد، فتم استدعاؤه. ما كانش معول اصلا، قال لي فلان غتخرج وغتوجد راسك وغتلبس مزيان وغتكون بيان غازي بيان تيغي، غيستقبلك الملك شخصيا وغادي يعطيك هديه، وخصك تحمر لنا وجهنا معاه. ملي توقف ما تكلم، قول كلمه طيبه الله يبارك فيها مرسيدي، سلم عليه وغادي يعطيك ديك الهديه.
هو ما صدقش، هو كان باغي الحريه، باغي يمشي عند امه، ما باغي والو من الدنيا. فاذا به يتم استقباله الدوم ذاك النهار، حمموه، استحم واحد الحمام تركي، ولبس احسن لباس، وتعطر وتزين، وداو عند حلاق جميل، قاد لي الحاله ديالو، وكيتسنى، ودار لهم واحد ريبيتيسيون قبل ما يدخلوا ويستقبلهم جلاله الملك، دار لهم ريبيتيسيون كيفاش غتوقف امامه، كيفاش غتعطيه كذا، كيفاش غتسلم عليه، سجناء هؤلاء، وامام حضره امير المؤمنين، يعني واحد المفارقه كبيره. فكان من الاوائل الغريب في الامر ان ليست اللي وضعوها كانوا فاتقا بينهم ماشي 10 ديال السجناء، من اللي وضعوا اللائحه رقم واحد هو فلان بن فلان. وانا اذكره جلست معه في السجن، وكنت قد قلت له هذه الكلمه، قلت لي عليك بقراءه سوره يوسف، اقراها بيقين وبصدق، ومن اللي غيجيك ان شاء الله تعالى الفرج، غيجي الفرج باستقبال كبير. هو كان كيسحب الاستقبال، غيستقبلوا غير امه وباه وخواتاته بالهديه وبالكارو وبالطباله والغياطه، ولكن فاذا به يستقبل هو وفد من البروتوكول الملكي الكبير، واعطوه ديك الهديه، ديك البروتوكول، واعطوه رخصه انه يبيع ويشتري، واعطوه دعم مالي باش يقدر يعمر التجاره ديالو. ودابا تبارك الله راه هو انسان كيعيش في امان وامان، وبروح وطنيه وبخير عظيم. ما يكون كل سجين من ابنائنا وبناتنا، لان السجناء راه دائما كيبقاو ابناؤنا وبناتنا واخواننا واخواتنا. والله ايها الاحبه الكرام، اذا زرت السجناء غتحسوا بان هناك ابرياء، يا ما هناك ابرياء داخل السجن. لا احتاج الى محاضر ديال وكلاء الملك والقضاة لأقرأ في سبب الجريمة والتقعيد القضائي وكيفاش الحكم كيفاش خرج. يكفيك أن تجالسه، تصافحه، تتكلم معه، غتشوف النبرة الصوتية ديالو والنظرة ديال العينين ديالو، وغتحس واش هو فعلا مجرم ولا بريء ولا متورط. واحد عدد كبير متورطين، أسأل الله تعالى أن يفرج همومهم. لالا حنان، نطلب الله تعالى في هذه الساعة المباركة يفرج عن أخيك، اللهم فرج عنه يا رحمن يا رحيم، وأظهر براءته، اللهم اجعله يا رحمن يا رحيم من الذين أكرمتهم وأخرجتهم من السجن وفتحت لهم باب العطاء والكرم. اللهم جميع سجنائنا من أبنائنا وبناتنا، عجل لهم يا كريم بالفرج، عجل لهم يا كريم بالفرج، عجل لهم يا كريم بالفرج. ونداء وجهه جلالة الملك، يا جلالة الملك، فعلا هي ما كان وصلوا للسجناء وكان القاودي ما كيقول لنا الا قدرتي تبلغ بلغ، كنقول انا غير عبد ضعيف، يقول لي ارجوكم، يقول لي ارجوك بلغ. يا جلاله الملك، هؤلاء ابناؤنا الكثير منهم، كاين اللي مذنب وكاين اللي متورط وكاين اللي هو غير مشى فيها هكذا بريء، ويتمنون ان تكون الحصيله ديال العفو الملكي في المناسبات الدينيه تكون كثيره. هذه الايام راه شي اسبوع حضرت مع واحد العائله ولقيتهم حاطين الكالندري وكيقلبوا المناسبات الدينيه والوطنيه، لقاوها باقا بعيده. طار رمضان وعيد الفطر، فين هو؟ باقي مازال يالله رجب، اليوم يالله فاتح رجب، عاد شعبان، عاد رمضان، عاد عيد الفطر. هما باغين سمعوا من الاخبار بان غتكون زياره ديال البابا ديال الفاتيكان الى ارض المغرب، وغتكون زياره سمعوها من هنا وهناك، وغتكون بان لقاء ديال القمه بين جلاله الملك باعتباره امير للمؤمنين، وانه يرفع لواء الاسلام في الوسطيه والاعتدال، لأن مغربنا الحبيب عبر العالم خذ الريادة في تدبير الشأن الديني في وسطية واعتدال كبير، ويفتح باب الحوار بين الديانات والحضارات وحوار ثقافات. فغيكون هذا اللقاء قريب، سمعوا من أنباء من هنا وهناك، قريب غادي يكون البابا ديال الفاتيكان غيزور أرض المغرب وغيلتقي مع جلالة الملك باعتبار أمير المؤمنين. وأكيد هذه المناسبة السعيدة، جلالة الملك يجود بجوده فيصدر العفو. فكنتمنى ان شاء الله هاد المناسبه السعيده القريبه يكون العدد ديال المعفو عنهم واسع وعريض، حتى نسعد جميعا وتسعد العائلات. واسال الله تعالى ان يتوب عن الجميع ويغفر للجميع ويرحم الجميع ويلطف بنا وبهم اجمعين. قولوا معنا جميعا امين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.